حنا من زوبان شركة ديال العقارية، كنا خدينا واحد البروجي هنايا ديال روج اكستنسيون، وكانوا الناس معنا ديال ليكونوميك القدس واحد والقدس جوج اكستنسيون القدس ثلاثة من ايامات الهدم في شهر 10، وباقي المشروع متوقف ليومنا هذا. دابا حنا حاليا ما عرفناش راسنا من رجلينا، حاليا تيقولوا لنا راه لي دوسي ديال الشركة عند السلطات عند العمالة في ولاية الجهة اون كور دو تريتمون، مي باقي لحد الساعة مازال ما بان حتى شي نتيجة. دابا حنا من شهر 10 تنتسناو، ما خدينا فلوسنا ما خدينا صورتنا باش نسكنوا في الديار. دابا الله يجازيكم بخير، بغينا حنا شي حل. الصيلة كان زعما شي مشكل من الشركة تقاد الأمور ديالها، دابا حاليا تنزورو الشركة، الأبواب ديالها مفتوحة، تنمشيو عندهم تيقول لك أودي حنا مستعدين نبداو الأشغال ودافعين الدواسة ديالنا. إيوا ولكن شي مشكل مع السلطات يحاولوا يلقاو لنا شي حل باش تسوى الوضعية وتنطلق الأشغال، هادشي اللي كاين. دابا كان في واحد المشكل ديال الهدم من شهر 10، كانت الشركة دارت واحد الخطأ وبنات بلاصة جامع وإسباس فير، ما احترمتش تصميم التهيئة. أبخي دار الهدم هادشي في شهر 10، هي باش توقف واحد رجال السلطة هنايا في العمالة. من تما وباقي اليوم لحد الان جميع مشاريع الشركه متوقفه، اللي مرخصه واللي ما مرخصاش. حنا دابا كزبناء مازال تنخلصوا صومه الكراء، كما تعلم صومه الكراء من 2000 2500 درهم من الفوق، ومع غلاء المعيشه راه اللي يحسن العوان، وعندنا طريطاس دابا تسليم الاخر ديال 2022. انا كانوا داروا معايا في البروجي ديال ازدياد جوج تمديد السكن المتوسط، داروا معايا شهر 12 2022، ولحد الساعة دابا راه 8 شهور وباقي ما كاين حتى شي باسيز للأمن. بحال الشكل ديال الودادية، تنخلصو دفوعات، كنا تنخلصو دفوعات، باقي دابا تنخلصو الدفوعات ديالنا. أنا شريت بالمتر كاغي، كاين دابا الناس ديال ليكونوميك خداو ب 25 مليون، أنا خديت بالمتر كاغي، المتر كاغي 8000 درهم، راه تقريبا تتهضر 8000 درهم، تتهضر من 50 مليون تقريبا حتى 100 مليون 120 مليون. هذا راه المطالب ديالنا. الا كان شي مشكل من الشركه تحاول تسول الوضعيه وتنطلق الاشهر وتعطينا السكن ديالنا، والا كانت السلطات اللي جازيهم بخير حتى هما يتعاونوا مع الشركه ويلقاو شي تسويه. دابا الحمد لله راه كاين واحد المشروع ديال مرسوم ديال التسويه، راه كان خرج في شهر 5 اللي فات على حسب تسويه البنايات الغير قانونيه. دابا هاد البنايات مبنيين بلا رخصه، مبنيين بلا رخصة، وناس تيحترموا تصاميم التهيئة ديال الوكالة الحضارية. دابا إلا جازهم الخير السلطات يتعاونوا معنا يخرجوا هذا الملف لأرض الواقع وتنطلق الأشغال وناخذوا السويرسات ديالنا حتى حنا نسكنوا. الله يجازيكم بخير. عندنا هو دابا حنا تقريبا أكثر من عام وحنا كنتسناو باش يتسلموا لنا الشقق ديالنا، والمشكل عند مول الشركة، المشكل اللي عنده أنهم جاو هدموا ليه على ود شي مشاكل، حنا أصلا ما عندناش حتى شي دخل فيها، حنا خلصنا فلوسنا. بالنسبه لي انا مخلصه كاش 25 مليون وكاريه 2500 درهم، عندي وليدات، عندي احتياجات، عندي بزاف د الحوايج، ودابا كنطالبوا حنا من السلطات الا كانت هي اللي زعما معكسه لي هذا الشيء يشوفوا من حالنا حنا، حيت حنا المضرورين، حتى واحد ما مضرور في هذا المشكل هذا، حنا المضرورين، حنا عطينا فلوسنا باش نسكنوا، باش نجيو هكا نضيعوا وقتنا ونخليو وليداتنا ونخرجوا حنايا باش نبقاو نناضلوا على حقنا حنايا، يسرعوا، حنا بغينا نسكنوا. انا بالنسبه لي باغا نسكن، والناس بزاف. انا 25 مليون كاش دابا تقريبا شي عامين ولا اكثر. دابا حنا كنا غنتسلموا هذه عام، وحنا غنتسلموا الشقق ديالنا هذه عام، باش كنا غنتسلموهم وقع المشكل صبرنا قلنا ماشي مشكل وناضلنا مع هذا السيد هذا. حنا دابا المشكل، انا بعدا بالنسبه لي ما عرفتش فين كاين المشكل، واش هو تيقول لك المشكل كاين عند العماله، المشكل ما عطاوهش الرخص باش يبني، يعطيو الرخص، خاصنا حنا يشوفوا المشاكل يخرجونا حنا من هذا الشيء، حنا كمتضررين يخرجونا من هذا الشيء هذا، خاصهم يقدوا لنا الامور ديالنا حنا. انا بعدا كنطالب السير يعقوبي الوالي ديال الرباط، حيت هو اللي شاد هنا يشوف من حالنا حنايا،
كيشوف من حالنا حنا راه غير دراوش، واش اللي كيشري ب 25 مليون شنو عنده؟ راه غير درويش، انسان ما عندوش. تقاتلني عليا انا، بالنسبه ليا زيروني بعد الطوموبيل ديالي باش كملت. قال لك والو تكملي الا بغيتي تسلمي. دابا حنا عام وحنا وجاو ريبو بزاف الناس اللي قسما بالله اللي في هذا المشكل. واحد السيده طلقات، واحد السيده كانت غتموت لانها كانت طرقات حاملها، طرقات لها السقيه كانت غتموت بزوا الدواء. يعني حنا متضررين، وماش هادشي اللي كتشوف راه غير شويه، حيت الناس كاينين في الخارج، كاينين الناس من مراكش، كاينين الناس من اسفي، كاينين الناس من بزاف المدن، جاو شراب في هذا الموقع هذا عند هذا السيد وسقنا فيه وعطينا فلوسنا. وما هاد الثقه هادي ما يضيعوناش حنا كمواطنين، ناس دراوش ما يضيعوناش. هذا هو حنايا بالنسبه لنا، حنا ما عرفناش حنا مادام واحد واش عنده هاد الموبل هذا وعنده مكاتب وعنده موظفين، ما يمكنش ما تيقش فيه. واش الدوله غتخليه يبني هكاك؟ ما يمكنش، ما تقرا فيه بحال اي مقاول. واش نقول لك؟ راه اكثر من بزاف الناس، راه بزاف الناس. حنا راه غير جروب فيه 500 واحد، وعاد راه اكثر اكثر اكثر، راه بزاف. الصوت ديالنا كما قال دابا السيده بغينا نوصلو، يشوفوا من حالنا حنا، يشوفوا من حالنا، يشوفوا من حالنا هادشي، يشوفوا من حالنا حنا راه متضررين. ديالنا هو يا كنتظروا من السلطات باش تعطي الرخص باش يباشروا الوتيره ديال البناء. هذا الغرض. حنا ما عندناش مشكل مع الشركه، عندنا مشكل مع المسؤولين. حنا دائما في انتظار، كان كيقول لنا زعما انتظروا، حنا دائما في انتظار الرخص. كان المفروض نستلموا في شهر 12 ديال العام اللي فات. حنا دابا تقريبا شي 3 سنين باش حنا خدينا، وكاين اللي مخلص الشقق ديالو كامله كاش، وكاين اللي عطي 20 مليون، وكاين عطي 15 مليون. بالنسبه للناس ديال الاستفاده اللي كان ريب اليوم الناس ديال القصدير، هو الان كاري اليوم ولازال كيخلص لهم الكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.